بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يعني تشرفنا اليوم وكان لنا يعني حظ أننا نحضر مع الأستاذ بيوض في مصلحة طب الأطفال، وذلك من أجل حضور فعاليات تدشين هذا المحطة أو هذا البول ديكسيلونس من أجل أو قطب الامتياز من أجل التكفل بالأطفال المصابين بمضاعفات مرض السكري. هو في الحقيقة يعتبر هذا المركز أو هذا المحطة من أهم المحطات عبر الوطن، وتعتبر الأولى التي تم تدشينها، حيث يتم التكفل بهؤلاء الأطفال المصابين بداء السكري بمنهجية معينة من المحطة الأولى إلى المحطة الأخيرة التي تمر عبر مراحل من الفكرة أو من البداية من حيث تشخيص المرض إلى غاية التكفل النفسي والبيداغوجي، التكفل النفسي والاجتماعي بالحالة. وفي كل هذا المسار تكون العائلة يعني مشاركة، أو خاصة الأمهات والآباء يشاركون في هذه العملية. هذا المحطة أو هذا البول ديكسيلونس هو محطة مهمة جدا، وتتكفل بألف مريض مصابين بداء السكري، ويعني هناك فريق طبي وفريق من الممرضين وفريق من الأخصائيين في لابسيكولوجي يعني لبسيكولوج، وكل يعني طاقم متكامل يتم التكفل بهؤلاء المرضى من يعني قلت من المحطة الأولى من اكتشاف المرض إلى غاية يعني الاطمئنان بأن هذا الطفل سوف يتم يعني أو يتقبل المرض تاعه. وهذه إضافة جديدة لقطاع الصحة في ولاية سطيف وفي المركز الاستشفائي الجامعي، ونحن فخورين بكل ما يقدم من يعني هذه الأداءات الرائعة والراقية. بارك الله فيكم.